معضلة الحقيقة. ليه؟ اللي عنده ولاد صغيرين بيبقى عايز يتفسح وعايز يفسحهم ويبسطهم، خصوصا الدنيا ربيع والجو بديع، لا بقينا حر قوي ولا برد قوي، فوقت مناسب للفسحة، بس هو كمان وقت كريتيكال جدا وحساس قوي في المذاكرة. صح. نعمل ايه؟ الاول خالص ربنا ان شاء الله مع اولادنا وربنا يوفقهم باذن الله، ولازم نعرف ان لكل مجتهد نصيب طبعا، وممكن نتعب فتره بسيطه وهنرتاح بعد كده كتير جدا. العيد ان شاء الله جاي كتير والشم النسيم جاي كتير، ولكن امتحاناتنا بتبقى فاصله وحاسمه ومهمه. للاسف ان اكتشفوا ان في حاجه كده 90% من الطلبه عندهم حته السرعه في ان هم مش عايزين يحسوا ان في امتحانات، فبيعملوا حاجه اسمها المماطله. ايه المماطله بقى؟ اذاكر بعد اسبوع، اذاكر قبل الامتحان بثلاث ساعات. اقول لك بقى على حاجه غريبه، ممكن يعملوا الفتره دي حاجات اصعب من المذاكره. يعني يعملوا حاجات ضغط عليهم نفسي ان هم ما يعملوش الحاجات الديوتي اللي عليها الاساسيه. فيبتدي يقول لك ايه ده، انا قدامي ده اسبوع، ثلاث ايام، اربع ايام، طب انا ممكن ما انامش واطبق عشان اذاكر. يا نهار. فيبتدي الطالب يضغط على نفسه جدا. طب انا ممكن اقول لك النهارده شويه حاجات لو عملتها ولا هتتعب ومش هتنسى مذاكرتك خالص، بالعكس انت هتحب المذاكره بتاعتك. لو اخذت النهارده المعلومات يعني احدث حاجه انا اقولها لك النهارده، اوكي، الابحاث الجديده 2021 اخر حاجه. اهم حاجه في المذاكره الطالب بيبقى عنده مشكله، اخد المعلومه منين؟ خد المعلومه من كذا مصدر. دلوقتي عندك اليوتيوب، عندك المراجعات، عندك المدرس، اوعى القنوات التعليميه وصح حاجات كتير، اوعى تاخد معلومتك من مصدر واحد بس، ممنوع. لازم تاخده من كذا مصدر. طب تاني معلومه بقى واللي ما كناش نعرفها، اوعى تذاكر ماده واحده في نفس اليوم. ما تقولش انا هقعد النهارده على الماده هخلصها كلها، اوعى تعمل كده، لان العقل بكذا ماده في اليوم بيجي له حاجه اسمها تحفيز، فتنوع طبعا، فالذاكره بتبقى نشيطه جدا جدا جدا، فبتذاكر معاه كويس جدا. حلو. اكتر حاجه بتخاف منها الطالب يقول لك انا خايف افتح ورقه الامتحان انسى. انا اول ما همسك الورقه انسى. في بقى ابحاث اتعملت في امريكا، اخر ابحاث قالوا لك الطالب اللي قبل الامتحان مده 10 دقائق يكتب المخاوف بتاعته ما بيمرش بيها. يا سلام. انا فاكره ان الواحد لما بيواجه نفسه بمخاوفه تبقى قدامه كده هتحصل، اننا كاننا بنستدعيها يعني خالص. لا، لان انت بتكتبيها وبتواجهيها. أوكي. انا خايفه انسى، انا خايف، وبتقطعي الورق فبتواجهي مشاكلك. ونقطعها ما نقعدش نقراها نقراها، لا انت بتواجهيها. طيب في بقى حاجه بقى سحريه. نعمل ايه؟ انت مثلا عندك خمس عناصر، في الخمس عناصر خد اول حرف من اول عنصر واعمل بيه كلمه واحفظها. زي ما كنا بنعمل ابا تاتا جحن. ايوه صح. هتعمل الفكره دي هتبقى فاكر الجمله الكلمه دي بالعناصر بتاعتك، مش هتنساها. طيب قالوا لك بقى حاجه مهمه قوي، في دكتور في امريكا قال لك انا جمعت الطلبه سته وسته، خل اول سته اديهم معلومات كتيره وهنا معلومات كتيره، هنا حلوا اسئله وهنا لا، اكتشف اللي حل اسئله جاب درجات عاليه. فلازم على طول تدريبات تختبر نفسك بالاسئله. بس كده لا، انت تسجل صوت كمان. يعني ايه تسجل صوت؟ يعني حاول طول ما انت قاعد كانك بتشرح لطفل، كان طفل قدامك، حاول اشرح لنفسك بالصوت. ينفع يعني يعملوها على التيك توك مثلا، يعملوها على التيك توك بس انا هقول لك بقى مشكلتي ايه في التيك توك. غصب عنه ايده هتجيبه على بقيه الفيديوهات. والفيديو ده جاب لايك قد ايه وده ما جابش لايك ليه، ومين من اصحابي عمل كده؟ فعشان كده بقول لهم خلي بالكوا، صاحب بالين كذاب. انا قاعد بذاكر ما باجيش جنب اي حاجه تاني، ماسك مذاكرتي وبس. لانك لو شغلت نفسك باي حاجه تاني غير المذاكره مش هتحقق هدف في المذاكره. طيب قالوا لك برضو حاجه مهمه جدا، الرياضه. انت هتقول يا سلام. طبعا ده الاهالي دلوقتي بتتخانق مع الولاد، نادي ايه الامتحان بعد العيد؟ ما هقول لك بقى على حاجه، ده الرياضه بتحفز تنشيط الذاكره والعقل بتاع الطفل. لدرجه ان احنا بنقول لاولياء الامور مرتين في الاسبوع حتى في الامتحانات، ساعه مش هتفرق. صح، ساعه مش هتفرق، هتجدد النشاط كله. طبعا كافئ نفسك. يعني ايه كافئ نفسك؟ يعني قول لنفسك انا لما هخلص الجزئيه دي انا هكافئ نفسي بالحاجه الفلانيه. بس الحاجه الفلانيه دي مش لازم تبقى موبايل.
ممكن تبقى حاجة بسيطة، شوكولاتة بحبها، هتفرج على كرتون بحبه. المهم تحفز العقل عندك هيشتغل، لان خلي بالك احنا عاملين زي الاطفال. أيوة. كل ما تحفزي نفسك بالظبط كده، حتى الموظفين بيبقى لهم حافز عشان يقدروا يبذلوا مجهود اكتر. اكتشفوا بقى ان في نوعيه من الاكل بتساعد جدا زي الفراخ وصفار البيض جدا 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 في الذاكره، طبعا مع الشوكولاته الغامقه والفاكهه ده اساسي، بس الحاجات دي بالذات بتساعد على تنشيط الذاكره.